أحسن الله لك يا شيخ. إذا المرأة خرجت مع زوجها في السيارة قبل الدخول هل يعتبر خلوة شرعية؟ قبل الدخول ولا قبل العقد؟ قبل الدخول قبل أن تفعل لها قبل الدخول. إذا ركبت المرأة مع زوجها بعد العقد وقبل الدخول فلا بأس. يعتبر خلوة شرعية أن طلقها مثلا يعتبر خلوة فيها؟ أي نعم نعم يعتبر خلوة لا شك في مكان عام. يعني فإذا طلقها وجبت عليها بعد هذه الخلوة وجبت عليها العدة وثبت لها المهر كاملاً.